ده؟ كل شويه كل ما اكلم الوفيه الاقيه مشغول مشغول مشغول، ايه القرف ده بجد؟ انا مش ناقصه. اهدي اهدي بس يا سيري، معلش علشان خاطري انا. بصي كده كده اصلا عم فتحي جاي علشان احنا طالبين منه حاجات، بس انا عايزه اقولك حاجه، ممكن ما تضايقيش نفسك وكبري دماغك، صدقيني هتتعود المره اللي جايه. هي ايه دي اللي هتتعود المره الجايه؟ انا عارفه انك متضايقه بسبب موضوع السفريه بتاعه المؤتمر. مالها سفريه المؤتمر؟ مالها؟ شكلي لبخت الدنيا ولا ايه؟ في ايه يا مها؟ في ايه؟ قولي. لا خلاص بقى، ما هو مش وقته دلوقتي، انت اصلا متنرفزه خلقه. انا مش متنرفزه ولا حاجه، انا بس صرت طول الليل كنت بشتغل وعايزه كوبايه قهوه، وكمان ده مش موضوعنا. قولي يا مها، اتلغت ولا اتاجلت؟ اتحفيني ها؟ لا يعني هي لا اتاجلت ولا اتلغت، بس طارق سعد هو اللي هيسافر دبي علشان يغطي المؤتمر. نعم؟ اهدي يا سالي علشان خاطري، اهدي. اهدى ايه؟ انا مش ههدى ومش هسيب حقي. يا سالي انت رايحه فين؟ يا فندم، انا بقالي 3 شهور براسل اداره المؤتمر بصفه شخصيه، ده غير تعبي الكتير في الاحصائيات اللي كانوا طالبينها عن المراه. ولا حضرتك ما تعرفوش انهم لما بداوا يطلبوا بياناتي الكامله علشان يعملوا لي دعوه لحضور المؤتمر في دبي، انا رفضت وقلت لهم لا، الدعوه دي هتيجي باسم الجورنال مش باسمي. عادي عادي جدا، انت عملت ده مش بمزاجك، ده غصب عنك، لانك بتشتغلي في مؤسسه محترمه ليك الشرف انك تنتمي اليها. ثانيا، اتصالهم من الاساس بيكي لان هم عرفوا انك صحفيه في جريده الخبر الحر، غير كده محدش هيعبرك. طب يعني يا فندم انا غلطت في ايه؟ انا مش فاهمه. انت ما غلطتيش، محدش وجه لك اي اتهام، انت بس بتطلبي حاجه مش من حقك. وحضرتك شايف ان السفريه دي مش من حقي؟ المفروض ارد عليكي واقول لك المقابله انتهت، لكن انت عشان صحفيه نونو هفهمك. اولا مش من حقك انك تحاسبيني مين يسافر ومين ما يسافرش، انا رئيس التحرير وانا اللي قرر. وثانيا وده الأهم بقى، اللي يسافر يغطي مؤتمر زي ده لازم يكون قد المسؤولية، راجل مش واحدة عايزة حد يتحمل مسؤوليتها. ومين اللي قال لحضرتك إن أنا مش قد المسؤولية؟ الكلام انتهى، اتفضلي على مكتبك يا هانم.